أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رحمته المفر، ومن إليه يلجا المضطر، ويا قريب العفو يا مولاه، ويا مجيب كل من دعاه، بك استغثنا يا مغيث الضعفاء، فحسبنا يا ربي أنت وكفى، فلا أجل من جليل قدرتك، ولا أعز من عزيز سطوتك، لملكك الملوك تغلق تغفر عمر من تشاء وترفع، والأمر كله إليك رده، وبيدك أحله وعقده، وقد بسطنا أمرنا لديك، وقد شكونا ضعفنا إليك، وارحمنا يا من لا يزال عليما بضعفنا ولا يزال رحيما، وانظر إلى ما مسنا بين الورى، فحالنا من بينهم كما ترى، ونحن يا من ملكه لا يسلم، لسنا بجاهك الذي لا يغلب، إليك يا غوث الكريم نستعين، عليك يا كف الضعيف نعتمد، منك العنايات التي لا نرتجي، حماية من غير بابها تجي، أنت الذي تهدي إذا ضللنا، أنت الذي تهفو إذا ذللنا، يا واسع الإحسان يا من خيره عم الغرى ولا ينادى غيره، وسعت كل ما خلقت علما ورحمة ورحمة وحلما، وقد مددنا ربنا كيف، ومنك ربنا رجونا اللطف، فأبدل اللهم حال العسر من يسر، وأمددنا بريح النصر، واجعل لنا على البغاة الغلبة، واقصر على الشر على من طلب، واقصر حمانا يا قوي نصر، واقصر عنانا يا عزيز قهر، واعكس مرادهم وخيب سعيهم، واذل جراهم وأفسد راياهم، وعجل اللهم فيهم نقمتك، فإنهم لا يعجزون قدرتك، وقل لنا ولا تكن علينا، ولا تكلنا طرفة إلينا، يا ربي يا ربي بك التوسل، بما لديك وبك التوسل، يا ربي أنت ركننا الرفيع، يا ربي أنت حصننا المنيع، يا ربي يا ربي أمننا الأمن إذا ارتحلنا وإذا أقمنا، واجعل بصاد وبقاف وبيض ألف حجاب من وراءها تكن بجاه، لا إله إلا الله، وجاء خير الخلق يا رباه، وجاء ما به دعاك الأنبياء، وجاء ما به دعاك الأولياء، وجاء كل من رفعت قدره مما سترت أو أشعت ذكره، وجاء آيات الكتاب المحكم، وجاء الاسم الأعظم المعظم، ربي دعوناك دعاء من دعا ربا كريما، لا يرد من سعى مقبل دعاءنا بمحض الفضل، قل من ألقى حساب العدل، وانزل علينا منة الكريم، وعطف علينا عطفة الحليم، وانشر علينا يا رحيم رحمتك، وابسط علينا يا كريم رحمتك، واخر لنا في سائر الأحوال، واخذل لنا في سائر الأحوال، واجمع لنا ما بين علم وعمل، واصرف إلى دار البقاء منا الأمل، وانهج بنا يا ربي نهج السعادة، واختم لنا يا ربي ختم الشهادة، وأصلح اللهم حال الأهل، ويا
يسر اللهم جمع الشام لنغدرنا أغراضنا المختلفة فيك وعرفنا تمام المعرفة وربي وانصر ديننا المحمد واجعل ختام عزه كما بني وعفي وعافي واكفي واغفر ذنبنا وذنب كل مسلم يا ربنا وصل يا ربي على المختار صلاتك الكاملة المقدار صلاتك التي تليا لقدره كما يليق بارتفاع ذكره وصل يا ربي على المختار صلاتك الكاملة المقدار صلاتك التي تليا لقدره كما يليق بارتفاع ذكره وصل يا ربي على المختار صلاتك الكاملة المقدار صلاتك التي تحيا بقدره كما يليق بارتفاع ذكره ثم على الأهل الكرام وعلى أتباعه الغر ومن لهم تلا بارك اللهم مولانا الوالي إمامنا أبا الحسن الشاذلي وبارك اللهم مولانا الوالي إمامنا أبا الحسن الشاذلي وبارك اللهم مولانا الوالي إمامنا أبا الحسن الشاذلي وبارك اللهم مولانا الوالي إمامنا أبا الحسن الشاذلي كذاك صاحب المقام الطاهر محمد واحمد ابن ناصر وعم بالرحمة اهل السلسلة في كل منزل وكل منزلة وخص بالرضا وبالاحسان سيدنا القطب ابو عليان وخص بالرضا وبالاحسان سيدنا القطب ابو عليان وخص بالرضا وبالاحسان سيدنا القطب أبو عليان وشيخنا إبراهيم شيخ الشرع وأهله خصوم كل بدع يا ربي وارضى عن زكي الدين إمامنا المجاهد الأمين يا ربي وارضى عن زكي الدين إمامنا المجاهد الأمين يا ربي وارضى عن زكي الدين إمامنا المجاهد الأمين وعن شقيقه أبا المواهب وعن أبا التقى وكل صاحب بجاههم يا ربي بلغنا الأمل واختم لنا منك بصالح العمل والحمد لله الذي بحمده يبلغ نقص جمال قصده وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على من انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفي ارتقى الحقائق وتنزلت علوم آدم فعجز الخلائق وله تضاءلت النوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بجهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به ممروط إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصوف صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك وحجابك الأعظم القائم بين يديك اللهم ألحقني بنسبه وحقق لي بحسبه وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل وأقرع بها من مواهب الجهل
محفوفا بنصرتك، واخذف لي على الباطل فأدمغه، وزج بي في بحار الأحدية، وانشلني من أوحال التوحيد، واغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها، واجعل الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي لتحقيق الحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن. اسمع ندائي لما سمعت به نداء عبدك زكريا، وانصرني بك لك وأيدني بك لك، واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك، وانصرني بك لك وأيدني بك لك، واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك، وانصرني بك لك وأيدني بك لك، واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك. الله الله وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، صلاة الله وسلامه وتحيته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه عدد الشفع والوتر، وعدد كلمات ربنا التامات المباركات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية، صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية، من اندرجت النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه، وصل وسلم وبارك عليه وعلى كثيرا. والحمد لله رب العالمين. اللهم يا من لطفت في خلق السماوات والأرض، ولطفت في الأجنة في بطون أمهاتها،
حكمنا في قضائك وقدرك رقفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر بفضلك ديننا وأهلك الكفرة أعداءنا وآمنا في أوطاننا وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا بالشاذولية كلهم وبسرهم بالصالحين كذا ومن مقتالا تغفر لنا ما قد جانينا وهب لنا حسن الختام تفضلا واجل الصادى وارزقنا توفيقا لطاعتك التي ترضى بها عنا وتكرمنا غدا وازل من فضلك يا مغيث كروبانا واحفظنا من كيد الزمان زرتاتا اكثر بجودك سيدي ارزقانا اي خير من مد الالام له يدا وادم صلاتك والسلام مع الرضا لنبينا ولاهلنا نجم بدا واختم بخير يا كريم وجد لنا برضا يكون على الدوام مجددا. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى